صباح الخير خالة. صباح النور. شلونك اخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك. خالة انت من وين؟ من راس العين. نزحتي من راس العين؟ ايه. ليش نزحتي؟ شو صار لحتى نزحتي؟ نزحت من راس العين تحت القصف. تحت القصف. ايوه. مين كان يقصفكم؟ بايش قصفكم؟ قصفونا بطيارة وقذايف وقناص. مين كان يقصفكم؟ جيش الحر تبع الرغاف. ايوه جيش الحر تبع الرغاف. طيب خالة كنتوا خايفين كنتوا نزحتوا بما انه كنت سمعت كم واحدة منكم تقول اول كنا بامان كثير يعني. ايه كنا بامان. وفجأة إيه وشلون نزحتوا؟ والله كنا بأمان من راس العين. وين رحتوا؟ وكل شيء كان متوفر لنا وكنا عايشين وما حد عايش. تمام. وبلد بلدنا وجو طلعونا منه. طلع. بلد بلدنا وجو طلعونا منه. وخايفة خالة انت؟ ايه شلون ما خايفة؟ والله خايفة حتى الآن خايفة. طيب لما نزحتي مين احتضنك؟ مين ساعدك؟ احتضنني والله جينا احتضونا الجماعة من قرية لقرية لبين ما وصلنا هنا الساعة 9 بالليل وصلنا. طيب في حدا عم يقدم لكم دعم مساعدة؟ ايوه ما قصر. طيب في شيء جواتك حابه تحكي للعالم للمجتمع المدني للمجتمع الدولي؟ واريد الدول كلها تفزع لنا. اريد بيتنا. اريد الفزعه. اريد بيتنا. اريد بلدنا. ما نعب بلدنا للقريب وبس. يعطيك العافيه.